خلونا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق وهتكون مثيرة للرمال والأتربة وبالتحديد حلايب وشلاتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 37 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 33 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.